هل جلسة الاستراحة في الصلاة سنة أم أنها مباحة فقط؟ صحيح أن جلسة الاستراحة إنما هي للعاجز كبير السن والمريض الذي يحتاج إليها، أما القوي فلا يعملها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعملها إلا لما ثقل جسمه عليه الصلاة والسلام في آخر عمره، أما قبل ما كان يعملها. نعم.